يعني. واخا اختي انت الان مباشره على قناه شوف تيفي، اتصلتي بنا باش تعاودي لنا المشكل اللي عندك. راه مجموعه من الناس هنا كيتصنتوا لك. حاولي كما قلت لك في البدايه ترفعي الصوت ديالك وتقولي المشكل اللي عندك. بسم الله اختي بداي. خويا السيد انا كنت مصاحبه معاه وحملت معاه بالولد، وملي حملت معاه نكرني قال لي انا ماشي ولدك، ماشي ولدي هذا. وملي يجرى عليا تما كما قدرت نقول للدار حتى شي حاجه، ومشيت كنخدم عند واحد الناس. تلاقيت مع واحد الناس اخر كيخدم جارديني، تزوج معاه قال لي اختي انا غنسترك. ملي سترني حط لي، ملي ولدت حط لي الدري في حال مدني وداك الشيء. شويه بقى كيعيرني يقول لي ماشي ما نقدرش نربي هاد الولد، راه ماشي ولدي. وهادي شويه حاولي تغوتي شويه، غوتي اختي كملي. قال لي ما نقدرش نربي هاد الولد ماشي ولدي وداك الشيء. شويه هو يجي بقى هو يقول لي انا بغيت ولدي. وهادي دابا السيد اللي سميتو كتب لك، يعني السيد اللي خداك الوليدات وكتب لك الوليد، ماشي با، لا ماشي با، ماشي با، ماشي با. ومن بعد جا با اللي انتي والده معاه. الحقيقي اللي اها والده معاه هو يقول لي راه بغيت ولدي. وهادي قلت انا راه مزوجه دابا وداك الشيء. سي كستي يا تما خليك انا اختي. اها انا دابا راه مزوجه بواحد ود الناس. وهادي قال لي لا سيري طلقي معاه، انا غادي نتزوج معاك وغادي نحط لك الدري في حاله مدنيه. غنزوجو غير 6 شهور ونحط لك الدري في حاله مدنيه. شويه هو يقول لي لا صافي غنبقى نتزوج معاك. وهادي حملت عاوتاني بالولد، الولد الثاني. ملي حملت بالولد الثاني ولات عندي شهر في كرشي، هو ما بغاش يتكاتم معايا وداكشي. بقيت كنقول ليه الوراق وهاد، بقيت كنقول ليه الوراق وهادي. كيقول لي هما الوراق جايين، انا غادي نجيب لك الوراق. ملي جابهم تكاتبنا وداكشي هو يقول لي راه غادي ما غاديش نطول معاك، غندرك معاك غير 6 شهور تنحطك الدراري في الحاله المدنيه. وديك الساعه نطلقوا. ودابا راه ما حط ليا لا دراري لا والو في الحاله المدنيه، وكيضربني كيضربني وانا اللي كنت خدامه عليه ونصير وداكشي. وكيبقى يقول لي انا راه اختك نهار الاول غير 6 شهور غادي نسالك الوراق ونطلقوا. قلت لي يلاه صايب لي الوراق وغادي نطلقوا، ما صايب لي زعما لا اوراق لا حتى شي حاجه. ودابا كنطلب من المحسنين وداكشي يعاونوني باش نصايب وريقات ولادي، حيت خاصني ندخلو المدرسه الولد وداكشي. وكنتمنى انكم تعاونوني باش نصايب وريقات ولادي. دابا السيد اللي حملتي معاه اللي هو من بعد اللي كبر وليداتك تكاتب عليك ياك، تكاتب معاك. اه ملي ولادي. فين هو السيد الاخر اللي كتب لك الوليد في سميتك واش طلقك؟ انا مطلقه معاه، راه درت معاه طلاق اتفاقي. شو اللي قال لي طلقي من داك السيد باش نحط لك الولد في الحال المدني وغنتزوجو. وهادي اها. ومن بعد؟ ومن بعد ما صايب لي الاوراق لا حتى شي حاجه، ما حط لي لا دراري في الحال المدني لا والو. الوقت كنقول لي غادي، الوقت اللي كنقول لي غادي نصايب لي الاوراق كيقول لي لا ما غاديش نصايب لك الوراق دابا. وهادي حنا ما مساليش الوراق، انا خدامه انا هادي. ايوا فين ما كنقول لي الوراق الوراق كيبدا يضرب فيا وداك الشيء، عاوتاني كيبدا يضرب فيا. ما خلا باش ضربني، ضرب لي راسي مع الحيط كيهددني بالجنوي. هو الدري ولدي. واخا دابا نبينو ما نبينوش، لا ما تبينيش ما تبينيش الوليد. لا واخا سي لعب. لا بابا كملي اختي. الدراري ولادي ولاو كيتخلعوا داكشي، كنقول لهم باباكم كيقول لي لا ما غاديش نمشي عنده، بابا بغى يضربك بالمقله وكيضربك بالموس. واخا ولدك شحال ولات عنده قبل ما تكتب معك، يعني انت حملتي معاه خارج على نطاق الزواج، ومن بعد شحال ولات عند ولدك عاد كاتب معك؟ شحال ولات عنده من عام باش تكتب؟ شي عام 10، عام 4 شهور ولات عند ولدي الصغير عاد تكتبنا. وكنتي حامله معاه عاوتاني؟ لا بالولد الثاني اللي عنده عام 4 شهور عاد تكاتبنا. وكنت ديجا والده معاه ولد. وي كنتي والده معاه، شحال كان عنده الولد الكبير؟ كانت عنده شي 3 سنين تقريبا، 3 سنين. كنتي 3 سنين وانتي والده معاه، وزدتي ولدتي مع الولد الثاني. آه. عاد تكاتب معاه؟ عاد تكاتب معايا. حملت بيه ودفعنا الاوراق اللي كتبها. من ورا من ورا عام 4 شهور جبنا الكاغيط. واخا اختي باش كطالبي؟ كنطلب الناس يعاونوني يصايبوا لي وريقات ولادي وداكشي. صايبوا لي اوراق ولادي المدنيه. نتمنى من الله تسجلوا لي وليداتي في الحاله المدنيه، ونتمنى الناس يعاونوني المسؤولين وداكشي. واخا شحال رقم التليفون ديالك اللي بغا يعاونك اختي؟ 06 26 54 78 48. واخا عاودي بلاتي. 06 اها 54 54. درتي 06 26 54. لا عاودي عاودي. 06 26 54. 06 26 54 اها 78 48 78 48
واخا حنا نديرو رقم ديال المساعده كتقلبي على خدمه قلتي انا كنقلب على خدمه دابا باش نتعاون على ولادي حيتاش الوالد على قد الحال وراه دارنا غير كارين وانا جالسه معاهم والوالدة عندي محيده الزوجه وكتاخذ الدواء ما يمكنش ليها غاش تاخذ الدواء راسها وتصرف لي على ولادي واخا هذا السيد هذا الا كيسمعك شنو تقولي ليه راجل كنتمنى يصايب لي اوراقات ولادي ما يخليهمش ضايعين عطيهم حقهم عطيهم حقهم مجهولين واخا اختي باغا دير في شي حاجه عطيهم حقهم القانون ديالو عطيهم حقهم يلا شكرا.